السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بالمحاضرة الثانية. في البداية رمضان كريم، وإن شاء الله ينعاد عليكم وأنتم بأحسن حال ودوام النجاح والتوفيق. الدرس فيما يتعلق بمحاضرة اليوم راح نتكلم عن نكمل الفاينايت، لأن احنا أخذنا الانفينيت بالدرس الماضي. نكمل انه قوانين البوتنشال والجهد شلون راح تكون في حال كان معطى بالسؤال عندنا فاينايت لاين او فاينايت سيرفيس. احنا نتكلم عن الرؤل ونتكلم عن الرؤس. احنا نعرف انه الفاينايت تنعرف بالسؤال يا اما يكون يونيفيرم او تكون الفترة محددة، يعني مو انفينيتي. طبعا القيمة مال الفولتية مثل ما نعرف هي قيمة سكيلر مو فكتر، فراح نشوف انه احنا ما راح نحتاج اي ار اللي هو الديستنس حتى نحسبه في حالة الجهد بوتنشال. ناخذ اول مثال، يونيفورم رينج اي الرو اي والزد صفر، قيمة الشحنة رو ال. مطلوب انه نحسب الجهد عند نقطة صفر صفر H، أو يكون السؤال يا أما على طريقة إثبات، يعني إثبت إنه جهد عند هاي النقطة يساوي هاي المعادلة، فلازم الناتج النهائي يكون عندنا هذا القدر. حتى نحل هذا السؤال بداية، إحنا أخذنا الرينج وأخذنا الديسك وعرفنا الفرق بيناتهم. يعني الرينج احنا نتكلم عن رؤل، اما ديسك احنا نتكلم عن رؤس، يعني سيرفس تشارج واللاين تشارج. فالقانون مال الاي اللي هو عفوا قانون الفي، او هو مكافئ لقانون الاي ما يتعلق بالفاينات، بهاي الحالة راح يكون تكامل بالنسبة للاين انتجرال رؤل دي ال على 4 باي اي نوت ار. هاي النقطة اللي احنا هاي الرنج تمثل لي المعطى بالسؤال، وهذا الـ A اللي هو نصف القطر، وهذا الـ R اللي هو البعد بين الرو ال وبين الرنج. فإذا المتغير عندنا مثل ما نشوف هو الفاي الزاوية الأزمث أنجل، الرو نعوض عنها بـ A، بعدها نعوض عن الـ DL بالتكامل، ويطلع عندي التكامل بهاي الطريقة. سؤال آخر، هالمرة عندي يونيفورم ديسك هاي الفترة يعني من الصفر للأي زد صفر أيضا، وعنده شحنة اللي هي رو اس نوت. مطلوب أيضا إيجاد البوتينشال أو الفولتج عند نفس النقطة. بعد ما نرسم بنفس الطريقة ونعوض ما يكافئ الدي اس، بس بهاي الحالة راح يكون عندي فترتين، راح يكون عندي الفاي وراح يكون عندي الرو. نعوضها هاي الفاي وهاي الرو، ونعوض اي متغير موجود عندنا، ويبقى السؤال بدلالة المجاهيل اللي ما عندي لا قيمة الرو ولا قيمة الاتش. اذا هاي تبسيط، يعني ممكن نوقف الى حد فترة التكامل او يقول هنا، يعني ذاتي نبسط السؤال. سؤال اخر، هالمرة موجود عندي اللاين انتجرال والسيرفس، عفوا اللاين تشارج والسيرفس تشارج. المثالين اللي أخذناها بالبداية، واحدة كانت على اللاين تشارج والثانية كانت على السيرفس تشارج، هسه راح تكون اثنيناتها بنفس السؤال. طبعا مبين انه نتكلم عن فاينات لان الفترة محددة، مطلوب من عندي ايضا احسب البوتينشال او الفولتج اد نقطة صفر صفر خمسة الزد صفر بالحالتين. فإذا بهاي الحالة
راح يكون عندي ديسك الصورة مالته مثل ما نشوف في البداية من الاثنين، يكون عندي R1 عند الاثنين، بعدها ما بين الثلاثة والأربعة يكون عندي رؤوس قيمتها -20، نحسب لها R2. فإذا هاي الاثنين مثل ما نشوف، وهاي الثلاثة يعني هذا اللي هنا ثلاثة، واللي هنا اثنين، واللي هنا أربعة. فإذا ما بين هاي الفترة هنا أنا بهاي المنطقة راح يكون عندي اللي هي ال R2 اللي تمثل لي الرؤوس بعد النقطة اللي أريد أحسب بها الفولتج عن المصدر. ننزل قانون اللي يتعلق بالفولتج في حالة اللاين تشارج، وقانون الفولتج في حالة السيرفيس تشارج، ونجمعهم. وكأنما المثالين اللي أخذناهم راح يكونون على شكل مثال واحد. أيضا نحسب الرول نفس الطريقة، ونحسب الدي اس، والار واحد والار اثنين نطرح النقاط ونحسب الماجنتيود. يعني هاي صارت شيء جدا سهل المفروض. بعدها نعوضها بالتكامل، أيضا راح يكون عندي بالحالة الأولى بس فاي، بيكون عندي لاين تشارج، بس بالحالة الثانية اللي هي السيرفس تشارج راح يكون عندي متغيرين الفاي والرو، ونبسط التكامل إلى أن نطلع الناتج. مثال آخر، وأيضا مطلوب من عندي أحسب البوتنشال عند نقطة معينة، ولكن هاي المرة بسبب بوينت تشارج قيمتها 30 نانو كولوم، وعندي لاين تشارج أيضا اللي هو قيمته راح تكون مجهولة، اللي هو x تحت جذر تربيع x تربيع +4 والفترة محددة. فإذا هذا يونيفورم أو فاينايت. نرسم الفترة اللي هي x من -4 للأربعة مثل ما تعلمنا، بعدين نرسم الكيو موجودة بالواحد ثلاثة أربعة، هاي البوينت شارج موجودة هنا. بعد ما رسمنا المصادر والنقاط اللي موجودين بيهم، نحدد الآر واحد والآر اثنين اللي جاي من كل مصدر على النقطة اللي أنا أريد أحسب بيها البوتنشال اللي هي 0.20. بعد ما رسمت كتبت القانون الأول اللي يتعلق بالكيو، كتبت القانون الثاني اللي يتعلق بالرؤل، بعدها حسبت البوزيشن فيكتور والماجنتيود مالته، عوضتهم بالقوانين وعوضت المتغيرات اللي عندي وكاملت، راح يطلع عندي الناتج بالفولت. إذن هذا ما يتعلق بالفاينايت، يعني القوانين ما تختلف عن قوانين الإي، مجرد راح يختلف بالديستنس. إذا عندي رينج وأريد أحسب لها، أريد أطلع العلاقة ما بين اللاين تشارج والسيرفس تشارج، أو كان عندي ديسك، فإذا هي القوانين راح نشوفها بالمثال. يعني هنا أنا راح تكون مختصرة، بس بالمثال راح نشوف شلون نستخدمها. إذا عندي من الرؤال أريد أحصل الرؤس، إذا كان عندي رو نصف قطر وعندي مصدر اللي هو لاين تشارج، أريد أحسب من عنده السيرفس تشارج، شنو لازم أسوي؟ أول شيء أطلع التكامل بالنسبة لللاين تشارج اللي راح يمثل لي الكيو، بعدها راح أقسم الكيو على باي رو تربيع، راح تمثل لي السيرفس تشارج بالحالتين سواء كان يونيفورم أو نون يونيفورم، نفس القانون راح يطلع عندي. ناخذ مثال، عندي سيرفس تشارج عند هاي الكوردينيتس، مطلوب اني احسب الاي والفي عند هاي النقطة تحت تأثير. عندي حالتين، الحالة الأولى راح يكون عندي كيو، الحالة الثانية راح يكون عندي لاين تشارج. يعني احنا هيجي سؤال من راح يجينا، راح نشوف النقص وين موجود، راح يكون عندي الرؤس لازم نحسبها عند كل حالة حتى نحسب القانون بالنسبة للإي أو بالنسبة للفي.
بعد ما رسمنا من الصفر للواحد راح يكون عندي هاي المساحة، نقدر نطلع مساحتها اللي هي السيرفس، وحددنا النقطة اللي أنا بدي أحسب بيها الـ E والـ B، وطلعنا الفكتور باتجاهها. فراح يكون عندي بالحالة الأولى والثانية، سوري، بالحالة الـ A راح يكون الـ Q على السيرفس. القانون اللي أخذناه قبل شوي، السيرفس راح يمثل لي مستطيل اللي هي الطول في العرض، والثلاثين معطى عندي بالسؤال. هاي بالحالة الأولى. بالحالة الثانية راح تكون واحد، راح يكون يمثل لي الطول فقط، يعني السطح اللي يعني ده يمثل لي المصدر مال الشحنة. وهذا القانون بالنسبة للإي، وهذا القانون بالنسبة للفي. هذا قانون، هذا ما أخذيه إحنا بالفصل الثالث، وهذا أخذناه بالفصل الرابع. ناخذ موضوع جديد اللي هو الانحدار او الكريديانت. انت احنا بالفصل الثاني او بالفصل الثالث اخذنا قانون الدايفيرج اللي هو يمثل لي قانون جاوس او دايفيرجنس ثيوريم او ماكسويل فيرست ايكويشن. هالمره راح ناخذ الكريديانت بما يتعلق بالسكيلر فاليو. اذا عندي قيم سكيلر وليست فيكتور، نفس الحاله ايضا نحسب البارشل ديريفيتيف. طبعا ايضا القانون راح يكون ما يحتوي على دوت، لو تتذكرون الدايفيرجنس اللي اخذناه كان موجوده بي دوت. هنا انا ما عندي اي دوت اي شيء، مجرد العلامه مال كيرف وياها المتغير. فاذا بالنسبه للجريدينت تنكتب بهاي الطريقه، جريدينت للفي، او نقراها بهاي الطريقه. راح نحسب البارشال ديريفيتيف، يعني راح تكون عندي معادلة للفولت أو البوتنشال، ومن عنده نحسب البارشال ديريفيتيف، يعني تكون بها اكس واي زد، أو تكون بها رو فاي زد، أو تكون بها ار ثيتا فاي. وراح نشتق بالنسبة للمتغير الأول ونثبت باقي، نعتبر باقي المتغيرات ثوابت بالضبط مثل ما كنا نحسب الدي لو تتذكرون نفس المبدأ. فإذا ناخذ مثال حتى يتوضح عندي. طبعا هاي مراجعة للقوانين، يعني احنا كان عندي الفي حتى احصل على الاي. اذا كان عندي في شنو لازم اسوي؟ اسوي gradient. واذا كان عندي اي واريد احصل على دي، فمجرد ما اضربه بالاي نوت نفاذية. وإذا كان عندي دي وأريد أحصل على الروبي، فأستخدم القانون جاوس. القانون جاوس اللي أخذناه راح يكون عندي دايفيرجنس بهالحالة. وإذا كان عندي دي وأريد أحصل على رؤس، فأخذ الماجنتيود للدي تحت الجذر. طبعا هذا الدايفيرجنس ثيوريم اللي هو قانون ماكسويل، اللي هي التوتال تشارج البساي تساوي الكيو، وتساوي تحت الجذر الروغي اللي حصلناها من خلال العلاقة بين الدايفيرجنس. هاي الأمور كلها أخذناها بالفصل الأول. هسه احنا نشوف اللي يهمنا اللي هو الجريديانت شلون راح نستخدمه. من هاي المتغيرات اللي هي الفولتج أو البوتنشال، اي هو الإلكتريك فيلد انتنسيتي، وهذا الإلكتريك فيلد انتنسيتي، وهاي تمثل لي الروغي الفوليوم charge، وهاي تمثل لي surface charge أو charge density، وهاي إذن الالكتريك فلكس أو total charge، والوحدات أيضا لازم ننتبه عليها. عندي مثال معطيني معادلة V بدلالة X و Y وبها هذا الثابت، وموجودة عند هاي النقطة. مطلوب من عندي أول شيء أحسب الفي عند البي، ثاني شيء أحسب الماجنتيود مال الإي عند البي، المطلب الثالث أحسب الفوليوم تشارج، والمطلب الرابع أحسب السيرفس تشارج. فإذا أول المطلب سهل، مجرد النقطة أعوضها، زت ما عندي راح أعوض 2 سالب 1 راح تطلع عندي هاي القيمة. المطلب الثاني إحنا قلنا إذا نريد نحسب الإي من الفي ناخذ gradient اللي هو
عبارة عن partial derivative للفي، طبعا للمعادلة كلها لازم ناخذ الفي كلها، فإذا نطلع الثابت على صفحة اللي هو 2 على اي نوت، بعدين نشتق بالبداية بالنسبة للإكس، الواي راح يصير صفر، بعدين نشتق بالنسبة للواي الإكس صفر، وهنا نشتق بالنسبة للزد، فنعتبر الإكس والواي هنا صفر، يعني ثوابت، فمشتقتها صفر. بعد ما نبسط راح يطلع عندي الناتج بهاي الطريقة. ناخذ نعوض النقطة، بعد ما عوضنا النقطة راح نحصل بهاي الطريقة، بعدها ناخذ له ماجنتيود فيطلع عندي بهاي الطريقة النتيجة النهائية للماجنتيود. المطلب الثالث احنا نريد نحسب الروفي، طبعا عندي الروفي تجي من الدي حسب المخطط قبل شوية شفناه، الروفي تجي من الدي، انا عندي حاليا وصلت انه عندي اي، فالاي مجرد ما احولها الى دي، الاي نوت هي ثابت، اقدر مباشرة احسب الفوليوم تشارج اللي هي النقطة الثالثة. طبعا هذا يتعلق بالفصل السابق، هذا المطلب الرو اس مجرد ما حصلنا على الدي راح ناخذ ماجنتيود ويطلع عندي الناتج، ايضا هاي المتغيرات. مثال اخر عندي بوتينشال ايضا في عندي اللي هو 3 رو كوساين فاي، مطلوب عندي احسب الماجنتيود، انتبه للاي، يعني مطلوب من عندي احسب الماجنتيود، والاي طبعا فيكتور، والمطلب الثاني الدي، مطلوب من عندي احسب الدي density، والثالث مطلوب من عندي احسب الروفي، والرابع مطلوب من عندي احسب بعد ما حسبت الروفي اسوي لها تكامل راح يطلع عندي الفلكس او تشارج الشحنة، ومنطيني الرو فترة مالتها والفاي والزت، انها من الصفر للواحد. نفس الطريقة اللي حلينا بها المثال السابق راح نحل بها هذا المثال. أول شيء نحصل على الـ E من خلال الـ gradient، ناخذ partial derivative ونبسط، سؤال جدا بسيط، يعني المتغيرات مجرد ما نفصلها راح تكون حاصل ضرب دالتين، يعني ما راح يبقى متغيرات، يعني جدا بسيط الحل، خطوات الحل يعني straight forward. الماجنتيود راح نحسبه، وبعدها نحسب الدي من الاي اللي حسبناه، بعدها نحسب الروفي من الدي اللي حسبناه، يعني اغلب الحل هو عبارة عن رياضيات، يعني ماكو شيء يتعلق انه بالمجالات، فهاي كلها عبارة عن اشتقاق وتبسيط فنتجاوزها. هاي هذا ايضا القانون اللي هو مثلي الماكسويل فيرست اكويشن اللي هي توتال تشارج، نقدر نحسبها من خلال الفوليوم انتجرال للفوليوم تشارج، والفترات كلها موجودة عندي بالسؤال، يعني سواء الزت او الفاي او الرو. سؤال اخر نفس الفكرة، بس المطلب انه يريد من عندي البساي الكوردينيت سيستم الموجود عندي هنا هو سفيريكال، والفي معطى عندي بالسؤال، راح نحسب من عندها الاي، بعد ما حسبنا الاي راح نحسب الدي، بعد ما حسبنا الدي راح